السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزل. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على ثلاث عوامل ساعدت المغرب في الفوز باستضافه كاس امم افريقيا 2025. يعني كاين بزاف عوامل، كاين بزاف ما نقولوش كولاسه يا ربي، ما تروحش كولاسه وما تروحش ونقلعوا الاقدع ونقلعوا منا الاقدع. شخصيه يعني راهي عالميه خويا، شخصيه راهي عالميه، ما عندنا نكذبوش على روحنا. يعني الاقدع جاتها الفرصه، عرف كيفاش يوصل يعني الاعلى منصب في الاتحاد الافريقي او في الفيفا، او يعني عرف كيفاش يعني يخدم، وجاتو هذه الفرصه وراك تشوف. لا ما بغاش يطلق همشي. وزيد المغاربه والاعلام المغربي يعني والحكومه المغربيه يعني وين محبسين كاش الهضره، تهضر انت تجي تهضر فيه ولا كاش، مش كيما لهنا عندنا. عندنا رجال يخدموا هما هادو، كيما خرج هذاك المخنث هذاك عمو اللي يقولوا له عمو قال لهم صادي اسحب الملف باش يعطوه منصب في الاتحاد الافريقي. هادي بوركوا تكذب، على تكذب ماشي مليح تكذب. وين عاودوا وين اعلن رئيس الاتحاد الافريقي باتريس مونتيبي لرئيس كرة القدم الكاف اختيار المغرب رسميا لتنظيم النسخة 35 من كأس أمم إفريقيا المقررة عام 2025، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي يعني يوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة. فيما أسند تنظيم نسخة 2027 إلى ملف الثلاثي الخاص بالدول كينيا أوغندا وتنزانيا، وجاء منح المغرب شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 بالإجماع بعد تصويت جميع الدول على ملف المغرب، وهو ما عرضه يعني فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على الأنظار أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، ما سهل مسألة تأكيده فائز يعني بتنظيم أكبر حدث كروي في القارة الصبراء بعد تصويت بالإجماع، حيث أن هناك ثلاث عوامل رئيسية أسهمت في ذلك عليها، وهي قوة ملف المغرب. واعتبر ملف يعني المغرب لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا عام 2025 أقوى على جميع المستويات، حيث قدم البلاد العربي ملف متكامل فيما يخص يعني الملاعب الجاهزة بطرح 6 ملاعب لاحتضان مباريات إضافة إلى أكثر من 20 ملعب يعني من تدريبات وفنادق مصنفة ووسائل ومواصلات يعني متطورة. وقدم ملف المغربي ضمانات كبيرة في الوقت الحالي بما فيها مركز محمد السادس لكرة القدم، والذي ينافس أفضل مراكز كروية على الصعيد العالمي وبنية تحتية أخرى سينتهي من تجديدها في أقرب في القريب العاجل، وهو ما وقفت عليه اللجنة المكلفة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف. تجربة في التنظيم، ولعب المغرب دور رائد في القارة السمراء طوال الأعوام الماضية بمشاركة فاعلة في تنظيم عدد كبير من الأحداث والأنشطة الكروية ذات طابع قاري ودولي مثل نهائيات كأس العالم للأندية نسخة 2013 و2014 و2022، وكأس إفريقيا للاعبين المحليين عام 2018، وكأس إفريقيا لكرة القدم النسوي 2022، ودورة أبطال إفريقيا للسيدات عام 2022، وكأس إفريقيا الأقل من 23 يعني 23 عام 2023، ومؤتمرات عالمية بجودة كبيرة إضافة إلى احتضان معسكرات مجموعة من المنتخبات الإفريقية. هذه عطات على صورتو تاع باش تفتح يعني ملاعبك للأفارقة
وين هذه وين عطاتو يعني اصوات اصوات وزيد فانيك الميل فانيك. وكذلك ترشح لتنظيم مونديال 2030، وكذلك وين اسهمت رغبه المغرب في ترشح لتنظيم نهائيات كاس العالم 2030 مع اسبانيا والبرتغال في منح المغرب تنظيم كاس امم افريقيا، بحكم ان البلد بشر تحضيراته لتسييد ملاعب وتطوير اخر والعمل على مجموعات من النقاط لتطويرها في الوقت المناسب، وهو ما اعطى قوه اكبر لملف المغرب. شوف كيفاش صاحبي، يعني ناس خدمت ناس سبحان الله ما نبقاوش نحضروا على بالك. لازمنا احنا فانيك لازم نروحوا بعيد، نحوسوا كيفاش نروحوا بعيد، ما نشوفوش مورانا بزاف صوالح، لازم ما نبقاو نشوفوا مورانا خويا، هذه هي نبقاو نشوفوا مورانا. يعني وين نقول لازم العمل، يعني لازم العمل، لازم يعني الذهاب والنظرة للمستقبل، ماشي نظرة أمام هنا تشوف أنا عني فك أنا القلبوزية تعني البوبونة تعني فك، لا لازم العمل خويا. هادي هي مبقاوش هاديك الهدرة هاديك تاع فاشلين، نهضرو هدرة تاع فاشلين يا جماعة، مؤامرة جماعة، قلوها قلوها شافوني والله العظيم، قلوا هذا السيستم، هذا السيستم مخرجناش، هذا السيستم ولا يساعد الفاشلين، ولا يساعد الفاشلين خويا، بالتالي لا، ولا يساعد الفاشلين هذا السيستم، علاه نقول لكم بلي حنا هذا ما يساعدناش، هذه هي، سمعونا اش كان يهدر ريموت تي في. التزام الجميع، وأيضا التضامن الموجود بين مختلف الدول، وهذا دفعا وتشجيعا لكرة القدم الأفريقية، وهو ما يجب أن نتحلى به جميعنا كريادة وقيادة لكرة القدم في إفريقيا، ونحن فخورون بالنتائج التي حصلت في قطر، نتائج أداء البلدان الأفريقية المشاركة في كأس العالم قطر، ما قدمته تونس والمغرب والسنغال الكاميرون، ويقول للبوروندي الآخر. طبعا الكاميرون هو البلد الذي كنت أود أن أذكره، أيضا كلهم شاركوا وكان عملهم جبارا وجعلونا نشعر بالفخر كأفارقة، فخورون بقارتنا. هناك الكثير من البلدان التي أو جميع البلدان معنية بالمشاركة أو بالترشح ل 2025 قد أتت لتقديم عروضها، كل البلدان جاءوا. لا يوجد فقط التزام بتطوير كرة القدم في إفريقيا، ولكن هناك أيضا التزام الاعتراف بالفائدة العظمى، الفائدة الأولى، وهنالك إذا اعتراف بأن احتضان كأس العالم يعتبر معيارا هاما جدا. وهناك ناس خدمت، ناس تخدم خويا، احنا الناس ولات تخدم وحنا متراجعين، الناس رايحة هاك رايحاك وحنا مولين هاك، 6 سنين قريب 7 سنين يعني ما كلش الأرض، كلش الأرض باش ندخلكم في لسانكم، يعني دخلنا في ما تأمنش راسك خويا، واش صرا ما تأمنش راسك، أما يا جماعة خويا روحنا ولا تأمنش راسك ما تأمن، هذه هي على الله، على ربي إن شاء الله، هذه هي أخويا، صحيتو، ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجيونا لي فيديو، ولي مشي أبوني معنا.
وإن شاء الله دائما معكم بجديد.